بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء في المرحلة الرابعة في قسم هندسة تقنيات الحاسبات لكلية الإمام الكاظم عليه السلام لأقسام واصل. شباب، بالمحاضرة السابقة شرحنا أو تداخلنا بعدة أمثلة تخص السيجنال فلو جراف، وبالتحديد هذا الاكزامبل، وتعلمنا عدة حالات ممكن انه احنا راح نتناولها او راح تجينا بالاسئله. المساله كل ما هنالك انه انا عندي سيستم، وهذا السيستم راح حتى انجح هذا السيستم او حتى اوصل للهدف من هذا السيستم لازم اعالج او ادخل عمليه بروسيسنج. فعمليه البروسيسنج هي الترانسفير فانكشن، واللي احنا حددناها وسميناها الماسون رول. واضح؟ الموضوع او الجزء الثاني، غير انه احنا تعلمنا شلون نرسم وشلون نحلل الاس اف جي او سيجنال فلو جراف، تعلمنا بنهايه المحاضره السابقه شلون ممكن احول البلوك دايجرام مثل ما موجود امامكم حاليا الى سيجنال فلو جراف بصوره اسهل، حتى اوجد داله النقل او الماسون رول او الترانسفير فانكشن الخاصه بالسيستم. اذا هذا الموضوع بالمختصر هو اما يجيك كسؤال محدد بالسيجنال فلو جراف عفوا، او يجيك بلوك دايجرام ونحوله الى سيجنال فلو جراف ومن بعدها نطبق الماسون رول. بصيغة سريعة، لو ننتبه على الاكزامبل 5، عندي هذا البلوك دايجرام من الـ R of S، يعني من الباص أو الإشارة الداخلة المن إلى السامنج بوينت اللي هي of S. بما أنه ما عندي قيمة الجين، فأني راح أسوي لها فرضيا أنه قيمتها 1، فصار عندي من الـ R of S إلى الـ E of S قيمته شنو؟ 1. من الـ E of S إلى الـ X1 الى الاكس 1 بقيمة الجين هو جي 1. من الاي او في الاس نحددها افضل، بسم الله، من الاي او في الاس الى الاكس 1 اللي هو بالضبط هذا، من الاي او في الاس الى الاكس 1 بقيمة الجين اللي هو شنو؟ هو جي 1. زين، من الاكس 1 الى الاكس 2 جي 2، من الاكس 1 الى الاكس 2 جي 2، ومن الاكس 2 للاكس 3 جي 3، ومن الاكس 3 الى الكنترول سيستم بالجي 4. عندي فيدباك راجع اشارته ماينس اتش 1 المن الاكس 2، رجع عندي باعه هذا الفيدباك راجع من السي اوف الاس الى الاكس 2 بقيمته شنو؟ سالب اتش 1. عندي ايضا فيدباك من الاكس 3 المن الى الاكس 1 اللي هو هذا من x3 x1 قيمته ماينس h2، وعندي فيدباك راجع من السي ايضا المن الى الاي او في الاس بقيمته شنو؟ h3، والاشاره الداخله الى السمنج بوينت هي سالبه، فصار عندي سالب h3. هذا تحول تحول النظام من البلوك دايجرام المن الى السيجنال فلو جراف. انتهى الموضوع. هسه انا شو اسوي؟ حوجد او حطبق الماسون رول. حتى اطبق الماسون رول لازم اعرف عدد المسارات الموجوده في النظام. فاجيت قلت يابا عندي هذا المسار اللي هو 1 جي 1 جي 2 جي 3 جي 4، هذا المسار الاول. عندي بعد مسار غيره؟ لا. اذا عندي بي 1 اللي هو جي 1 اللي هو عندي جي 1 جي 2 جي 3 جي 4. واضح؟ زين، جينا على اليمن اوجدنا المسارات، نجي على اللوبات، وين عندي لوب؟ اجي عليهم بالتسلسل جي 1 جي 2 جي 3، جي 3 جي 4 سالب اتش 1. اذا اللوب الاول هو من هو؟ هو جي 3 باعوا انطلعنا او انطلقنا من الجي 3 الى الجي 4 ورجعنا بالسالب اتش 1. وبعدش عندي لوب جي 2 جي 3 ورجعت بالسالب اتش 2، وعندي اللوب اللي هو جي 1 جي 2 جي 3
جي 4 ورجعنا لمن؟ الى السالب اتش 3. اذا عندي 3 لوبس، لوب الاول واللوب الثاني واللوب الثالث، واضح؟ عندي 2 نون تاتشنج لوب باوعد، لا كل اللوبات متداخله، واضحه الفكره؟ زين، اوجدنا المسارات وبعدها اوجدنا الفيدباك او اللوبس. التون انتجت لوبس عندي صفر، اوجد الدلتا، الدلتا الخاصه بالمسار، بما انه عندي مسار واحد اللي هو بي 1، اذا دلتا 1، واني ماشي بالمسار اسوي عمليه كاتنج المن للوبات الموجوده للراجع. هذا سويت له كات، عفوا هذا سويت له كات، هذا ايضا كات، هذا ايضا كات، فبقى عندي لوب بعد بالدائرة أو بالمسار؟ لا ما بقى. إذن اللي هي قانونها هي دلتا 1 تساوي 1 ناقص sum of loops، بما أنه عندي لوبات صفر إذن ويساوي لنا قد 1. طبقنا الماستر رول اللي هي نفسها الترانسفير فانكشن، واضح؟ الأوتبوت إلى الإنبوت، المسار الأول اللي هو جي 1، جي 2، جي 3، جي 4، واضح؟ في دلتا 1، دلتا 1 ايش قد قيمتها؟ 1، في 1 بقى على 1، 1 ناقص ليه زائد؟ مو ضارب الإشارة لأن هو سالب بالسالب، نعم، 1 ناقص sum of loops مجموع اللوبات، فجمع اللوب الأول واللوب الثاني، عفوا جمع اللوب الأول واللوب الثاني، اللوب الثاني واللوب الثالث. شباب هاي الإشارة الموجبة للدخول بها، واحد ناقص sum of loops، يلا واحد ناقص اللوب الأول اللي هو شنو هو؟ احنا حددنا جي 2 جي 3 سالب اتش 2، واضح؟ يعني راح يصير واحد ناقص سالب جي 1، العفو جي 2 جي 3 سالب اتش 2، سالب بالسالب تروح تصير موجب، فهاي معناها الاشاره الموجبه اللي صارت. انتهى الموضوع. راح نحل بتفصيل دقيق الهوم ورك اللي طلبناه من يومكم بالاسبوع الماضي. الهوم ورك هذا تحديدا شباب هذا نوعيته اللي راح تجيكم بال فاينل او بامتحان الفصل الثاني ان شاء الله تعالى. خل نشوفه هسه، احنا راح نحله بطريقه فهميه، بطريقه فهميه، نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه خل نحوله راح يكون عندي بهالآلية، نعم R of S تروح signal element إلى summing point اللي هو E of S. زين، ومن الـ E of the S راح يصير عندي node branch، هذا summing point ثانية تروح اللي اسمها X1 على ما أعتقد، X1 للـ Y1 بالـ G1، يعني أنطلق من الـ X1 إلى الـ Y1 عن طريق من هو؟ الجي 1. زين هسه انا دارس بلوك دايجرام حتى تبقون مركزين. هذا التفرع الاول واي 1، والواي 1 يرجع لمن؟ الى سامينج بوينت، وهاي السامينج بوينت تروح لمن؟ الى السي اوف الاس. زين نجي على التفرع الثاني، ايضا عندي اكس 2 تروح الى الواي 2 بالجي 2، ومن الواي 2
علما الى السمك بوينت، وبالتالي خروجيه واحده راح تصير. زين، شنو عندي؟ عندي فيدباك من ال y1 علما الى ال x1 سالب، y1 الى ال x1، والاشاره او السيجنال الاشاره قطبيتها تكون سالبه. وايضا عندي فيدباك من ال y2 الى ال x2، نتأكد من الإشارة، إشارتها أيضا سالبة، سالبة. زين، عندي فيدباك راجع من ال y2 المن إلى ال x1، هذا ال y2 مضبوط، وإشارة موجبة، ومن ال y1 إلى ال x2 والإشارة على الأغلب سالبة. نعم، سالبة. بعد ما عندنا شيء، تمام. عندنا فيدباك يروح من السي أوف الإس المن إلى الإي أوف الإس. هذا الرسم يجيك بالامتحان بهالطريقة هاي اللي تشوفوها أمامكم، واضح؟ اضطريت أني أكتبه ما أحوله إلى صورة أبوية، حتى بكل الأحوال أريدك تتعامل ويا الموضوع بجدية أكثر. على أي حال، خلاص عندي هذا السيستم. جاب لنا سؤال أستاذ أحمد، قال يابا هذا السيستم بلوك دايجرام، convert this block diagram to signal flow graph and determine the or analyze this system by using the Mason rule. حلل لي هذا النظام باستخدام الماسون رول. زين، يلا نجي من ال R of the S، هذا نسميه block diagram. يلا من ال R of the S المن إلى ال E of the S اكو signal، فنروح هذا R of the S، نبدل R of the S المن إلى ال E، هاي قيمته واحد وهاي ال E of the S. زين، آمنا بالله. نعم. و عفوا، من ال E of the S إذا انتبه صار عندي تفرع إلى X1 X2، فراح أجي أشتغل برانش أو تفرع تفرع. فمن ال E راح يكون عندي إلى ال X1 بقيمته شنو هو؟ أيضا قيمته واحد، لكن الإشارة الداخلة هي ماينس سالبة، واضح؟ فش راح يكون ماينس واحد. كلش مركز ويا الموضوع، فلهذا اريدك انت متركز ويا الموضوع. زين، ومن ال x1 الى ال y1، من ال x1 المن الى ال y1 بجين قيمته g1، هذا y1، واضح؟ ومن ال y1 المن رايح هسه الى summing point مشتركة، و summing point أيضا قيمتها واحد لأن ما عندها gain، و summing point تروح المن إلى C of S. زين، خلصنا هذا التفرع اللي تشوفوه أمامكم. زين، هسا انا بعد ما بشتغل الفيدباك فقط خلينا نقول مثل المسار المستقيم. التفرع الثاني اللي هو من ال E of the S المن ال X2 الى ال X2 بقيمة ايضا واحد، والاشارة الداخلة ماينس سالب واحد. من ال X2 الى ال Y2 بقيمة الجين اللي هو G2. زين، ومن الجي
تو أيضا إلى نفس النقطة بقيمة الجين واحد اللي هي هذا، وتدخل إلى السي أوف الإس. زين، هسه نجي نتعامل ويا الفيدباك. عندي من الواي 1 إلى الإكس 1 فيدباك، من الواي 1 من الواي 1 إلى الإكس 1 فيدباك. هذا إشارة الفيدباك. الإشارة أيضا سالبة، فراح يكون معناه سالب 1. وعندي من الواي 2 إلى الإكس 2 اللي هو هذا أيضا سالب، من الواي 2 إلى الإكس 2 وسالب 1. عندي من الواي 1 إلى الإكس 2، من الواي 1 إلى الإكس 2 وأيضا الإشارة الداخلة هي سالب 1، ومن الواي 2 إلى الإكس 1، من الواي 2 إلى الإكس 1 والإشارة 1، مو سالب، لأن شوفوا أبويا موجب. بعد عندنا شي ناسي؟ أخذنا هذا الفيدباك، وأخذنا الداخل إلى الإكس 1، وأخذنا هذا الفيدباك، وأخذنا الراجع إلى الإكس 2. انتهى الموضوع، خلصنا الرسم. لا ما خلصنا الرسم أستاذ، بعد عندنا فيدباك. باو أبوي لا تستعجل، عندنا فيدباك يرجع من السي، من السي أوف الإس. هذا أنتم مخيرين. هسا إذا تنتبهون بالمصدر ومرجعة من النقطة اللي موجودة أمامكم باعتبار ما لها تأثير، واضح؟ يعني دامجة كل النقاط، مسوي عملية دمج. على أي حال، فراجع من السي، من السي أوف الـ سي أوف الإس إلى الإي أوف الإس اللي هو هذا، قيمته أيضا سالب 1. من السي اوف حلو مثل ما انا احب اي اوف الاس، وقيمة الفيدباك 1، بما انه الاشارة الداخلة هي ماينس، هاي ماينس ناسية احنا، اذا سالب 1. انتهى ابوي، حولت اكزامبل من اعقد الاكزامبلز اللي موجودة ضمن هذا الموضوع، من البلوك دايجرام الى السيجنال فلو جراف. كل ما هنالك انا فاهم ايش دا اشتغل، الفيدباك راجع، الفورورد متقدم او منطلق من نقطة الدخول الانبوت الى الاوتبوت، واشتغلت كترجمة. هسا اجي اسوي اطبق الماسون رول، اجي اطبق قاعدة الماسون رول. قاعدة الماسون رول ايش تحتاج من يمي؟ اولا طبعا يحتاج لنا سبورة ثانية. يلا نعتمد على الرسم الموجود. جوا خروج نطبق الماسون رول. اولا الفور وورد باث، الفور وورد باث المسارات الأمامية المنطلقة من نقطة الدخول المن أو من الانبوت نود المن إلى الاوتبوت نود. يلا نروح على الرسم مالتنا. ايش عندي؟ عندي الار اوف الاس انطلقت، النوبة راحت إلى الاي اوف الاس، بعدها تفرعت إلى طريقين، فلكة توديني إلى طريقين. طريق هو السالب 1 x1 g1 y1 في الواحد، أو أقول عندي طريق آخذ بس الجين، وأنا قلت لكم أبوي أنتم مخيرين، يعني سالب 1 في g1 في الواحد، يعني مسار قيمته سالب g1، سالب 1 في g1 في الواحد سالب g1. إذا المسار الأول B1 تساوي لنا سالب 1 في G1 في الواحد، وصلت. إذا ال B1 تساوي لي سالب G1، واضحة ما إرادة هالشيء، هذا المسار الأمامي. تريد تكتبه هيك، تريد تكتبه سالب 1 X1 G1 Y1 في الواحد، مخير عزيزي. زين، هذا المسار الأول.
المسار الثاني من نقطة التفرع عند الـ E of الـ S هو 1 X2 G2 Y2 في الواحد، ما عندي إشارة سالبة، يعني أقدر أقول G2، نقدر نقول G2. إذن B2 تساوي لنا 1 G2 في الواحد وتساوي لنا G2، وتساوي لنا G2. زين، المسار الثالث، المسار P3 تساوي لنا، هسه إذا تنتبهون أخذنا المسارات الواضحة، هسه أجي على المسارات المو واضحة، أجي أباوع، أنا عندي هاي النقطة E of S، مشيت X1، النوبة رحت إلمن إلى G1، إلى ال Y1، رجعت إلى ال X2، للG2، ورجع أخذني إلمن إلى C of S، وضحت أبوي؟ سالب واحد، G1، Y1، من ال Y1 رجع بالسالب واحد إلمن إلى ال X2، وبعدها من الـ X2 راح بقيمة gain G2 للـ Y2 ومن ثم إلى نقطة الـ output. يعني المسار الثالث هو عبارة عن سالب واحد G1 سالب واحد، إذا سالب واحد في سالب واحد بقت عندي G1 رجعت G2 في الواحد، إذا المسار الثالث هو G1 G2، إذا المسار الثالث هو G1 G2. المسار الرابع، ما أعرف إن شاء الله فهمتوها، سالب واحد G1 رجع سالب واحد، سالب واحد في السالب واحد، يعني سالب واحد في السالب واحد واحد، بقت G1 أخذت G2 والواحد راحت للسيو في الأس. زين، هذا من هو المسار الثالث. المسار الرابع نجي نفس التفرع، واحد G2 واحد X1 G1 وراح للسي او في الاس، واضحة الفكرة؟ انتبهوا وياي، واحد G2 واحد ما عندي اشارة سالبة، G1 وواحد سي او في الاس، اذا المسار الرابع هو G2 G1، المسار الرابع يساوي لنا G2 G1، واضح؟ زين، إذا معناها بديهيا شباب كل مسار إلى دلتا، كل مسار إلى دلتا، يعني معناها أنت لازم توجد دلتا 1، دلتا 2، دلتا 3، ودلتا 4، نجي هنا بالتسلسل. خلصنا الفورورد باث، خلينا نجي نشيك، عندنا بعد راح تقول استاذ أنا هذا الطريق يعني الواضحة أخذت اللي هو من الـ E of الـ S، وراها أخذت هذا اللي هو سالب واحد G1 رجع لي الـ X2 و G2 أخذها وراح للـ C of الـ S، ونفس الطريق استاذ أخذنا واحد G2 و X1 G1 Y1 وأخذنا إلى الـ C of الـ S، بعد الباقي كله فيدباك. خلصنا زين، تو خلينا نسميها بعد اللوبس او الفيدباك، لوب 1 تساوي لي، ايضا عندي لوبات واضحه شباب ولوبات غير واضحه. من اللوبات الواضحه زين، اللوبات الواضحة عندي هذا اللي هو G1 للY1 ويرجع بالX بالسالب واحد، يعني G1 في سالب واحد سالب G1، هذا لوب أول، وأيضا عندي هذا G2 في السالب واحد راجع، إذا هذا اللوب ثاني. بعد اللوب الثاني في اعتقادي بهذا الاكزامبل اذني اكثر لوبين واضحات للعيان،
بصورة سريعة اللي هو جي 1 يرجع بالسالب واحد، خل حقتي جي 1 ويرجع بالسالب واحد، والجي 2 وأيضا يرجع بالسالب واحد. زين، نجي على بقية اللوبات الغير واضحة، شوية يراد له تركيز أبوي. اللوب الثالث، خل ننطلق أو خل نعتبر الـ X1 أو الـ E of the S باعتبارها تفرع إلى مسارين، خل نجزئها إلى مسار أول هالطريقة هاي ومسار ثاني، فمعناه أخلص من اللوبات الخاصة بالـ G1 وبعدها أخلص من المنطلقة من الـ G1. هذا في رأيي، في رأيي أخلص من اللوبات المنضوية ضمن الـ G1 وبعدها أجي على اللوبات بـ G2 حتى أقدر أميز اللوبات المواضعة. على أي حال، فأجيت اللوب الثالث في رأيي، قلت يابا عندي G1، هاي G1 بعدها بالسالب واحد، ما أعرف مدى يبين بالقلم، G1 ومشيت بالسالب واحد إلى الـ X2، يعني أخذت الـ G2، يعني صار عندي لوب G1 G2 سالب واحد، وبالواحد وين رجعت المن إلى نفس النقطة X1. فمعناه اللوب الثالث هو، أما إذا تسمعني وتكتب وياي أو تفهم، G1 سالب واحد G2 في الواحد، يعني معناه G1 G2 بالسالب، هذا اللوب الثالث. اللوب الرابع، هاي أنا وين بعدني بالجي 1، اجيت قلت يابا سالب واحد، هذا السالب واحد، بما انه انطلقت من السالب واحد لازم ارجع له، خلي ببالك. فمشيت سالب واحد جي 1 سالب واحد جي 1، بعد شدي سالب واحد جي 2 واحد، ورجعت بالسالب واحد. او عندي الاسهل اللي هو، خلينا نبينه افضل، اللي هو سالب واحد سالب واحد جي 1 في الواحد وبعدها من هو سالب واحد. واضح؟ حتى نستغل ذاك بغير لوب. فانطلقت من السالب واحد، أخذت الجي 1 الواحد ورجعت أيضا بالسالب واحد، هذا اللوب الرابع. أيضا عندي بعد باللوب الخامس مشترك اللي هو هذا كالآتي، سالب واحد، حتى يوضح أكثر، سالب واحد جي 1 سالب واحد جي 1 سالب واحد جي 2 واحد، وهذا السالب واحد اللي يعني حكيته قبل اللوب الرابع. لا بأس بالتقديم والتأخير فيما يخص اللوبات. واضح؟ نعيده، سالب واحد جي سالب واحد جي 1، من الجي 1 رحت بالسالب واحد، أخذت الاكس 2، الاكس 2 انطلقت بالواحد ورجعت بالسالب واحد المن إلى نفس النقطة اللي هي انطلق من هو السالب واحد، هذا اللوب الخامس. اللوب ما أعتقد بعد أكو لوب يخص الجي 1، كلنا أخذناها. نجي على الجي 2، أجيت واحد جي 2 هذا واحد جي 2 واحد بالسالب واحد، ما يراجع روح القاضي، نرجع واحد، انطلقنا من الواحد بعدها مشينا للجي 2، من الجي 2 للواحد انه برجعنا للسالب واحد، فمعنى راح يصير عندي اللوب اللي هو سالب جي 2. اللوب السابع اللي هو واحد جي 2 عكس الـ 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 الخامس، واحد جي 2 بعدها رحنا للجي 1، من الجي 1 للواحد انه برجعنا بالسالب واحد، فراح يصير معنا عندي واحد جي 2 يروح بالواحد، اخذ الجي 1، الجي 1 راحت بالواحد انه برجعت بالسالب واحد فيدباك، هذا اللوب السابع. هاي مجموع اللوبات شباب،
واضح؟ عندي سبع لوبات، لوب أول ولوب ثاني واضحات، وبعدها جيت اشتغلت كل مسار تقريبا استخرجت اللوبات الخاصة به. زين، بعدها ايش عندنا؟ التو نون تاتشنج لوب. التو نون تاتشنج لوب، هاي اللوبات خلينا نكتبهن. اللوب الاول كان عندنا هو سالب جي 1، اللوب الثاني هو سالب جي 2، واللوب الثالث يساوي لنا جي 1 بالواحد، جي 1 بالواحد، ما اعتقد بالواحد، سالب واحد. اللوب الثالث جي 1 بالسالب واحد بالجي 2 بالواحد ويرجع. اي ما دام بدا بالجي، اذا سالب واحد، اذا جي 1 بالواحد راح يصير سالب واحد جي 2، والجي 2 ترجع لمن؟ بالواحد. تبعوا وياي يا شباب اذا خاف تسلسلي. اللوب الرابع راح يصير عندي سالب واحد جي 1، بديت منين؟ سالب واحد جي 1، سالب واحد جي 1، سالب واحد جي 2 في الواحد، او سالب واحد جي 2 واحد بالسالب واحد، او حتى ارتبها راح يصير عندي سالب واحد جي 1 واحد بالسالب واحد. افضل. اللوب الرابع راح يصير عندي سالب واحد في الجي 1، بعدها بالسالب واحد في الواحد، او عفوا بالواحد بالسالب واحد، واحد واحد بالسالب واحد. خل ارجع اتابع وياكم. هذا سالب واحد جي 1 واحد بالسالب واحد. زين، اللوب الخامس يساوي لنا سالب واحد في الجي 1، سالب واحد في الجي 2 في الواحد في السالب واحد. متبعه اللي هو هذا، سالب واحد في الجي 1 في السالب واحد في الجي 2 في الواحد في السالب واحد. هذا يعني اخذ الفي، واضح؟ هذا اعزائي، هذا سالب واحد جي 1 سالب واحد جي 2 بالواحد في السالب واحد. هذا اللوب الخامس. اللوب السادس يساوي لنا واحد بالجي 2 واحد ويرجع لمن؟ بالسالب واحد، اللي هو هذا واضح ايضا، واحد بالجي 2 بالواحد بالسالب واحد. واللوب السابع عكس اللوب الخامس، اللوب السابع يساوي لنا واحد في الجي 2 في الواحد في الجي 1 في الواحد في السالب واحد. خلينا نرجع نتبعه، اللي هو واحد في الجي 2 في الواحد صعد للجي 1 بالواحد ورجع بالسالب واحد. خلصنا عندي اللوبات. زين، نجي المن 3 2 نون تاتشنج لوب. شنو هن اللوبات الغير متداخله؟ واضح. فلو اجي هسه مبدئيا اباوع اللوب الاول اللي قلنا واضحات للعيان، اللي هو سالب جي 1 وسالب جي 2، حتى نضف الشاشة، نعم اللي هو هذا سالب جي 1 اللوب الأول، وهذا اللوب غير متداخلات. إذا اللوب الأول واللوب الثاني غير متداخلات، واضح؟ فأجيت قلت يابا اللوب الأول واللوب الثاني، انتهينا. بعد منو عندي؟ نجي اجيت تبعتهم، الثالث سالب واحد
في الجي 1 في الواحد في السالب واحد. لا هذا تقريبا أخذهن كليتين. اللوب الرابع، اللوب الرابع اللي هو سالب واحد جي 1، اللوب الثالث عفوا اللي هو جي 1 في السالب واحد في الجي 2 بالسالب واحد. نعم أخذهن الثالث، أخذهن. اللوب الرابع اللي هو سالب واحد ابتعد، هذا راح يبتعد عن الجي 2، سالب واحد جي 1 واحد في السالب واحد، ما اشتغل هنا أنا. إذن اللوب الرابع وين اللوب الثاني؟ واضح الفكرة؟ هذا هذا هو سالب واحد جي 1 واحد في السالب واحد، ما اشتغل أو ما صار متماس أو تاتش ويا اللوب الثاني، فراح أكتب اللوب الرابع ويا اللوب الثاني. خنشوف شنو بعد عندي. هسا اللوب الرابع وصلنا له، اللوب الخامس اللي هو سالب واحد جي 1، هذا ما أخذهن كليتين لأن ما أخذ جي 1 والجي 2، فما أتوقع راح يجوا غير متماس. اللوب السادس اللي هو واحد جي 2 واحد بالسالب واحد، أها هذا ما له علاقة بمن؟ بالجي 1 اللي هو اللوب الأول. هذا اللوب، هذا اللوب ما له علاقة باللوب. إذن اللوب السادس مع اللوب الأول، اللوب السادس مع اللوب الأول. يلا هنشوف بعد. اللوب السابع اللي هو واحد جي 2 جي 1، لا أخذهن الجي 2 والجي 1 بعد ما يلعب. إذا انتبهتوا شباب، اختارينا اللوبات اللي موجود بها الجي 1 لوحده والجي 2 لوحده. واضحة الفكرة؟ حتى تصير المسألة عندكم أبسط. زين، 3 نون تاتشنج لوب عليكم، موجودة لو ما موجودة؟ 3 نون تاتشنج لوب موجودة أو غير موجودة؟ زين، إذا خلصنا ال 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 الفورورد باث، استخرجنا مسارين باثنين صارن أربع مسارات عندنا. مسارات واضحة اللي هي جي 1 سالب جي 1 وسالب أو عفوا جي 2 اللي هن ذني، هذا المسار الأول اللي هو سالب جي 1 وعندي مسار جي 2. بعدها قلنا عندي مسار اللي هو سالب 1 جي 1 سالب 1 انتهى، صارت موجب جي 2 يروح للسي أوف الإس يعني جي 1 جي 2، وعندي مسار اللي هو واحد للجي 2 يصعد للجي 1 وللواحد. اذا عندي مسار جي 2 جي 1 وعندي مسار جي 1 جي 2. زين، اخذنا سبع لوبات واخذنا ثلاث لوبات غير متداخله. زين، العفو تو نون تاتشنج لوب غير متداخله. هسه بعدها شنو ابويا؟ قلنا الثري نون تاتشنج لوب عليكم تعطون اياها ملاحظه بتعليق خاص على نفس الهوم ورك، يوجد ام غير يوجد؟ زين، نوجد الدلتا. الدلتا بكل بساطة وإسعافا للوقت تساوي واحد ناقص sum of loops، هاي ناقص زائدا sum of two non-touching loop، هاي زائد ناقص three، وهكذا هاي الدلتا، وتساوي لي واحد ناقص وأنزل مجموع اللوبات سبعة. خلصنا زائد التو نون تاتشنج لوب، يعني مثلا اللوب الأول اللي أتذكر ويا اللوب الثاني، زائدا اللوب الرابع ويا اللوب الثاني، زائدا اللوب السادس ويا اللوب الأول. خلص هاي الدلتا. زين، مهمة جدا، مهمة جدا الدلتا 1، يعني هسه انا بنرد اطبق القاعده الماسون رول، تساوي لي مو قلنا سيجما بي اي دلتا اي على الدلتا. حسب هذا الاكزامبل ايش راح يكون عندي؟ بي 1 دلتا 1 زائد بي 2 دلتا 2 زائد بي 3 دلتا 3 زائد بي 4 دلتا 4 على اليمين على الدلتا. اوجدنا المسارات، أوجدنا الدلتا، بقى الدلتا 1 ودلتا 2 ودلتا 3 ودلتا 4. أجي دلتا 1 خاصة بالمسار الأول. المسار الأول شنو كان عندي شباب؟ كان عندي هو سالب جي 1. سالب جي 1. فيعني معناها أجيت هذا هو، هذا المسار. ها
هذا المسار أنا أمشي سويت عملية. خلنا ننظفها للشاشة. أنا أمشي بالمسار هذا الأول، سويت كات لهذا اللوب وكات. منو بقى عندي شباب؟ بقى عندي بس هذا. إذا فش راح يصير عندي معناها الدلتا 1، الدلتا 1 تساوي 1 ناقص مجموع اللوبات المتبقية اللي هو من هو لوب الجي 2. واضح؟ بالنتيجة هو اللوب جي 2 لا سالب جي 2. ليش؟ لأن الإشارة الراجعة سالبة. إذا سالب جي 2 وتساوي لي 1 زائد جي 2. هذا وين؟ بالمسار الأول. زين، المسار الثاني دلتا 2. المسار الثاني شنو كان عندي؟ اللي هو جي 2. فأجيت هاي صاحبتنا جي 2، فأني راح أمشي بهذا المسار أسوي عملية كت للوبات. كت منو بقى عندي؟ بقى عندي هذا المسار اللي هو شنو؟ سالب جي 1. هذا اللوب عفوا الراجع. إذا دلتا 2 تساوي 1 ناقص سالب جي 1. إذا ما تساوي لي 1 زائد جي 1، هاي دلتا 2. دلتا 3 تساوي لي 1 ناقص، اجيت دلتا 3 انا ايش عندي المسار مالتي؟ هو جي 1 هذا والجي 2، فاجيت خلنا ننظفها زين. اجيت هذا هو، يعني مشيت هنا أنا. سويت كتل هاي اللوبات، سويت كتل هاي اللوبات، رجعت سويت كتل هاي اللوبات، كتل هاي اللوبات، ولهنا أنا سويت كات مسار جي 1 جي 2 سويت كات، انتهى الموضوع. هذا أيضا سالب 1 انتهى الموضوع. إذا معناه شنو؟ صفر، ما عندي ولا لوب. إذا دلتا 3 بما أنه جمعهن الجي 1 والجي 2 كليتهن خلاص، إذا 1 ناقصها صفر. إذا دلتا 3 يساوي لنا 1. يعني معناه المسارات في 1. زين، دلتا 4 يساوي 1 ناقص دلتا 4. المسار الرابع شنو هو؟ جي 2 جي 1 نفس الحالة اللي هو بادي من هنا 1، سويت كات كات جي 2 كات، صعدنا المن كات للجي 1 كات، وصلنا لهنا كات خلاص. هذا الراجح سوينا له قطع، انتهى موضوعه. اذا ايضا ما عندي ولا لوب بقى موجود بالمسار الرابع. اذا وتساوي 1 ناقص 0، اذا دلتا 4 يساوي لنا 1. خلاص اجي اعوضهن، هاي الدلتا 1 توجد هنا، الدلتا 2 توجد هنا، الدلتا 3 هنا، والدلتا 4 هنا، انتهى الموضوع. والمسارات احنا استخرجناهن، المسار الاول اللي هو عفوا سالب جي 1، المسار الثاني جي 2، المسار الثالث جي 1 جي 2، والمسار الرابع جي 2 جي 1. انتهى هذا السؤال ابوي. هذا من اعقد الاكزامبلز اللي ممكن تجيكم، او الامثله اللي تجيكم بالامتحان. مشابه له عزيزي، مشابه له. ثق، حله 3 مرات 4 مرات بايدك، راح تشوف نفسك تختلف عن اول مره. على اي حال شباب، هذا يعني ختام موضوع السيجنال فلو جراف. ولهذا ابوي عندكم بالمنهج الاصلي مجموعه من الاكزامبلز، هسه هاي الماسون رول تقدرون تتمرنون عليها شباب. واي ملاحظه او اي استفسار تعليق بسيط بالكلاس روم ننتبه عليه نجاوبكم عليه. هاي مثل هذا الاكزامبل، الدوائر عفوها من ناخذ الروت. هذا الاكزامبل draw the signal flow graph determine، اتوقع حلينا هذا ابو الاي حلينا. حلوه بالطريقه اللي تعلمنا عليها حاليا، لا بهذا التعقيد يعني. هذا ايضا عندكم هنا، هذا حلو، هذا حلو. اكزامبل 3.21. لا مو وقت لكم هسه.
نعم، على أي حال شباب قدامكم هاي الأمثلة اللي بيها عملية الكونفيرت، فقط أريدكم تتمرنون عليها خلاص. إن شاء الله بالمحاضرة الجاية راح ناخذ مواضيع طفيفة تخص اللابلاس، ناخذها بطريقة مختصرة بطريقة بسيطة بطريقة مفيدة لكم إن شاء الله، حتى ندخل بالموضوع الأهم جدا اللي هو الروت لوكس. شباب المواضيع اللي شرحناها البلوك دايجرام والسيجنال فلوغراف مواضيع هندسية بحتة استنتاجية مو حفظية. كل طالب يستنتج التحليل الخاص به على شرط انه فاهم القاعدة اللي يشتغل عليها. ولهذا افهم، ما تفهم قول اني ما فاهم. حل هو يا ابوي اسئلتكم او الامثل او يعني الاكزامبلز اللي تجيكم بالامتحان مو رياضيات، ما دا نشتغل رياضيات، دا نشتغل مواد استنتاجية، شيء هندسي عزيزي. واضح؟ اي سؤال او استفسار رفقونا اياه بتعليق ان شاء الله. جزيل الشكر للدراسة المسائية تفاعلهم، أسأل الله أنه يوفقهم ويحفظكم جميعا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.